ثاني أكثر سرطان منتشر عند النساء هو سرطان عنق الرحم، وأثبتت البحوث أن في فيروس اسمه HPV موجود بعنق الرحم ممكن يكون هو المسبب للسرطان هذا. أي إفرازات غير طبيعية أو نزول للوزن الغير طبيعي ممكن تكون إشارة لوجود هذا المرض. الفحص الدوري ومسح عنق الرحم كل سنة أو سنتين أيضا ممكن يساعدنا في اكتشاف هذا المرض. والعامل المهم أيضا هو أخذ التطعيمات ضد هذا الفيروس، ممكن يساعدنا على تجنب حدوث هذا الفيروس داخل عنق الرحم. انتبهوا لهذه الأمراض لأن صحتكم تهمنا.